مساء الفل. في أسئلة تحرجك وأسئلة تعجبك وأسئلة تزنقك، بس في أسئلة تضحكك. ومهما كان نوع أسئلتنا، نجمنا النهاردة ما تقلقوش، مش هنسيبه غير وكلها خلصانة بإجابة. ضيفنا هو صاحب أشهر ضحكة في السنين اللي فاتت، هو تيمة الحظ لكل الأعمال الكوميدية في الفترة الأخيرة في السينما والتلفزيون والمسرح، النجم الكوميدي محمد ثروت. ثمان سنين قضاهم الفنان محمد ثروت في كلية التجارة، رغم أن المعدل الطبيعي للكلية كان 4، بس برر ثروت ده بحبه وارتباطه الشديد بفرقة المسرح هناك. 4 هو عدد المرات اللي تقدم فيها محمد ثروت لمعهد الفنون المسرحية ومعهد السينما، ورغم أنه كل مرة كان بيترفض إلا أنه صمم أنه يكافح علشان يحقق حلمه. 17 سنة قضاها الفنان محمد ثروت بيمثل أدوار بسيطة في المسرح وفي التلفزيون لحد ما خد فرصته كاملة السنين اللي فاتت. 2 هو عدد الفنانين اللي بيشوف محمد ثروت إنهم مدارس كوميدية أثروا في شخصيته وأدائه الكوميدي، هم فؤاد المهندس وإسماعيل ياسين. مرة واحدة بس اتجوز فيها محمد ثروت، وده كان من الفنانة منى جمال اللي بيعتبرها شريكة كفاحه في الحياة. دي الإجابات اللي نعرفها عن محمد ثروت، إنما حالاً هتعرفوا إجابات عن أسئلة تانية خالص في خلصانة بإجابة. أول أسبوع ده بطلت سجاير وتعلمت الشتيمة. من أبرز، شفت من أبرز دي. ده مكتوب عندكم الكلام ده ولا إيه؟ بقفي على طول يعني، ما بتخنقش بقى. فنان بقى، أنت فاهم بقى، والليلة واللي إداك يديك. بمشي الدنيا يعني، ما بمشي حاجة خالص. أنا عايز أعيش، أنا متجوز. محمد، ايه اكتر حاجه بتضايقك؟ اكتر حاجه بتضايقني الكذب مثلا، كآبه برضو بتضايقني. مش كآبه خالص. واكتر حاجه بتفرحك؟ اكتر حاجه بتفرحني الشغل، بيفرحني جدا. ضحكت عيل صغير بحبها جدا. واكتر حاجه بتخاف منها؟ اكتر حاجه بخاف منها السكون، ما بحبش السكون خالص. يعني يا ثروت، انت سبته من الغوله ودراكولا وابو رجل مسلوخه، والسكون هو الحاجه اللي بتخوفك؟ طب خليني اجيبها لك بطريقه تانية. ايه اكتر حاجه بتنرفزك؟ اكتر حاجه بتنرفزني يعني، انا من قعدت من انا صغير انا بعرفش اتنرفز يعني، بقفي على طول يعني، ما بتخنقش. طب لو حد كسر عليك اشاره؟ الله يسامحه يعني، ما انت عارفه، هيطلع بقى تزعيله يقول لك فنان بقى، انت فاهم بقى، والليله واللي ده يدينا، فبسكت. طب لو بنت عكستك هتعمل ايه؟ بمشي الدنيا يعني، ما بمشي حاجة خالص. صراحة انا عايز اعيش، انا متجوز. تفتكر مراتك هتعمل فيها ايه؟ لا هتقطعها دي، نسيبها الصوت. يعني حصلت قبل كده؟ لا ما افتكرش، بس يعني منى بتبقى حريصة في الحاجات دي قوي يعني، بتبقى واخدة بالها. اي واحدة هتعكسك مراتك منى هتقطعها؟ لا كويس ان انت قلت بقى، عشان في بنات كتير هتراجع نفسها بعد الحلقة دي. انا بقول نتشعلق في رضا ربنا ونخلينا في الاكل احسن. ايه اكتر اكله بتحبها؟ مسقعه من ايد منى. شكلك خايف والله. لا والله، لا بجد والله، بس منى بتعمل مسقعه حلوه قوي يعني، نفسها في الطبيخ. طب واكتر اكله ما بتحبهاش؟ اكتر اكله ما بحبهاش الباميه، ما بحبهاش. طب لو اتعزمت في مكان ولقيت حد حاطط لك باميه؟ الباميه قدامي باكل الدمعه يعني، ما اروح حاططها على الرز واكل الباميه، حلوه قوي. كنت شقي في المدرسه؟ كنت شقي جدا في المدرسه، كنت بجنن المدرسين. طب احكي لنا كده موقف. مفيش، انا كنت في ثانويه عامه، كنت مكتوب اسمي في حوالي 10 فصول يعني، كان عندنا 12 فصل، ففي الاول خلاص كان مكتوب اسمي في، لسه بقى في الناس بتحول من فاهمه من علمي الادبي وبتاع، فكان اسمي مكتوب في 12 فصل او 11 فصول عشان كنت بجنن المدرسين، فكانوا بيجيبوني اجنن مدرس الانجليزي، اجنن مدرس. فكنت ساعات بعمل ان انا كنت توأم يعني، ليا اخ توأم في تانية 14. والله وغير تيشيرتات وغير مش عارف ايه الكلام ده، فالموضوع من زمان يعني. لو عندك قوة خارقة تحب تكون ايه؟ قوة خارقة؟ قوة خارقة طلع كهربا يعني. ودي هتستخدمها ازاي؟ مين؟ ده انا اكسب منها ذهب والله العظيم، ده اشغل مصانع بقى واشغل حاجة. حلوة قوي انه يبقى عندك القوة الخارقة كهربا زيادة في جسمك، مفيدة برضو في الصيف. بس مثلا لو حد كسر عليك بالعربية، هل ممكن تستخدم قوتك الخارقة دي وكهربه؟
ما هو لا انا اول مره خالص كنت بسوق بتعلم السواقه وبتاع، اول اسبوع ده بطلت سجاير وتعلمت شتيمه. انا كنت ماسك في الدرجه ما بعرفش اشرب سجاير، كله بيعدي بقى بقعد اشتم. فاكر اول معجبه في حياتك؟ لا بس هو اول معجبه يعني بجد بجد كانت منى، واول معجبه يعني انا اول مره اعجب بواحده كانت منى فعلا بجد. لا لازم تحكي لي بقى الحب الاول ظروفه ايه. ما في انا اول ما اتعرفت بمنى يعني كان علاقتي بيها اللي هو ازيك عامله ايه اخبارك كده، ومنى كان في فريق التمثيل بتاع كليه التجاره جامعه عين شمس، وانا اصلا كنت في فريق التمثيل جامعه عين شمس برضو، وكنت لسه متخرج، فكنت باجي لهم على اساس ان انا حد قديم وليه احترام يعني، فبقول ملاحظات وبتاع. فقعدت حوالي 3 سنين علاقتي بمنى انت لا ده كويس لا ده هنا وحش ده هنا اعمل لي الكلام ده كله، بس كنت معجب بيها تمثيليا يعني. فحصل كونتاكت بينا وبين بعض كده في عرض، فبعد كده يعني اتكلمنا مع بعض حبينا بعض، بعد كده اتخطبنا، بعد كده كتب كتاب، بعد كده جواز يعني ليله يعني. فمراحل بدات من الصداقه الى الى الجواز. اول هديه جات لك؟ اول هديه جات لي كانت ساعه. من مين؟ من منى. واغرب هديه؟ ما افتكرش والله، بس اغرب هديه هرميها يعني مش هاخدها يعني او هنساها في المكان اللي انا كنت. انت برج ايه؟ الميزان. يا هوا يا هوا. ومميزاته؟ مميزاته ان هو حبيب الابراج كلها، مفيش يعني ما لوش حاجات غريبه، صديق الابراج كلها عموما يعني، ما بيحبش الكابه، مودي الى حد ما، بس المودي ده مش اللي هو يعني غريب الاطوار، هو ممكن يبقى مثلا مبسوط الصبح فيحصل موقف فيبقى العكس تماما طول اليوم، مش مجنون يعني. فاكر اول بوسه؟ ده مكتوب عندكم الكلام ده ولا ايه؟ اول بوسه؟ لا ما خلاص بقى يعني اول بوسه خلاص ذكريات بقى ذكريات. مين ليه؟ اول بص انا ومنى. طب اكتر فيلم بتحبه؟ اكتر فيلم بحبه في افلام كتير يعني، فيلم القادسيه بحبه جدا بتاع صلاح ابو سيف، تروي بحبه قوي برضو، الزوجه الثانيه بحبه جدا. لا في افلام كتير، في شيء في صدري السينما المصريه القديمه يعني. اول قلم خدته من باباك؟ اول قلم خدته من ابويا الله يرحمه، كان ما بيضربناش، بس هو اول قلم خدته كان في ثانويه عامه، مش كان عندي امتحان الصبح كنت عايز انزل اخرج مع اصحابي، فزعقت له يعني، فابويا الله يرحمه كان بطل مصر وافريقيا في رمي القرص، فكان طول بعرض هجمه كده يعني الله يرحمه يعني، فخدت قلم لفيت حوالين نفسي ورجعت تاني يعني. انا شفت الاوضه 360 درجه ورجعت. اه والله. صيف ولا شتاء؟ لا الشتاء طبعا. ليه؟ عشان الشتاء يعني بوتك الجميل، برفانك التقيل، جاكتك المحترم، مفيش عرق مفيش تلزيق. ده الصيف انا بغير 3 تيشرتات عشان اكمل الحياه. مزيكا ولا قرايه؟ المزيكا والقرايه الاثنين بحبهم قوي. واكتر نوع مزيكا بتحبها؟ اكتر مزيكا بحبها المزيكا اللي هي فيها قانون رق عود حاجات اللي هي كده. بتحب تقرا في ايه؟ الكتابه بحب حاجات نجيب محفوظ جدا، بحب الحاجات التاريخيه قوي، قصه يعني كتب التاريخ بحبها جدا بحب اقراها. اكتر شخصيه كرتون اثرت في حياتك؟ بينك مانسر. الفهد الوردي. شكلك بتقلده؟ لا مفيش ولا حد، بس هو في واحد صاحبنا بحبه يعني. اول كذبه؟ لا والله ما فاكر، انا كذاب يعني، انا المفروض ان هو الممثل اصدق كذاب عموما، فهو على طول بيكذب الممثل بس هو صادق يعني. بتحب السفر؟ اه بحب السفر جدا. اكتر مكان بتحب تسافره؟ مش على البحر عموما، بحب السفر يعني يكون مثلا في حته فيها بحر. كنت بتغش في المدرسه؟ لا اكيد مفيش حد فينا بلا خطيئه تغش، مفيش حد خالص، اي حد في الموجودين دلوقتي. حد قفشك قبل كده؟ لا الحمد لله رب العالمين، انا كنت بغش بذكاء صراحه. لا ليها طريقه يعني، اكتب على ايدي فاهم ازاي، فاروح اعمل كده خلاص خلصت الدنيا، ما اخليش حد يفشل اي حاجه. عمرك اتخنت؟ اه لا في بعض الحاجات يعني، بس مش قوي يعني، مش ما كانتش بتاثر قوي يعني. مين الممثل اللي نفسك تمثل معاه؟ في حلمي، في السقا، في براد بيت بحبه، بس كان تروي والله كان عمل زي الفل. اه والله نعم، كان في شورتات وكان في حاجات وكان رمل بقى وحاجات اللي هي الروماني دي، بس الحمد لله هو كان لذيذ جدا بيهرج مع اي حد. لو سافرت عبر الزمن تحب تروح فين؟ عبر الزمن انا ممكن ارجع للعصر اللي هو بتاع 1885 لحد 1950. لو تختار ملك في الاساطير تحب تبقى مين؟ لا ما بحبش ابقى حد، بحب ابقى محمد ثروت. لو في ملك اسمه محمد ثروت اعترف لنا اعتراف. لا ما بحبش اعترف، بحب الصراحه بقى كتوم قوي الصراحه. ممكن توريني صوره بطاقتك؟ مش هبديها لكم بقى، ما فيش. لا لا دلوقتي ما انا بعمل بدل فائد دلوقتي والله. هيشغل باسبور. اه والله. خلصت اسئلتنا، وبرضه ضيفنا ما قدرش يهرب من الاجابه عليها، وبكده تبقى تمت المهمه وحلقتنا خلصانه باجابه.
ابن بلد قوي، كافح كتير، شقي وتعب، اتعلم التمثيل في مسرح الجامعة وعمل أشهر الروايات. المسرح بيجري في دمه. حقق نجاح في وقت قياسي في المسرح والسينما والدراما، سبق نجوم كتير قبله، ودي حاجة مش سهلة أبداً. عم شكشك اللي عايز يفرح ويبل الشربات مصطفى خاطر. كنت بعمل مسرحية اسمها رومولوس العظيم من كاتب اسمه فريدريش دورينمات من الأدب الألماني. المسرحية دي كان الفريق فيه حوالي 70-80 ممثل، والشخصيات فيها يعني كان عدد قليل قوي. شخصيات المسرحية كانوا 17 ممثل بس، وانا لسه طلع جديد اول سنة، فكنت يعني زي ما بيقولوا كده كنت بهرف نفسي، وفي البروفات كنت بحاول ابقى متع عشان ابقى موجود، لان في 70 ممثل، في 60 قدام جدا في الفريق وما بيتخرجوش، ناس كبيرة مش انا بات. وما اعرفش، انا لما دخلت الفريق فكرتهم معيدين، ناس قديمة في وجايين، طلعوا طلبة اصلا، فعشان اخد مكان في وسط الناس ديت فكنت تعبت، بس خدت دورين بقى في المسرحيه دي. انا التعامل بانني هنا عبد السميع بن عبد البصير الجالس على والموقع اسفلا، سأغير وجه الدنيا، وان كان في نفسك شك فسترين بعينك، ستكونين فخوره بين جاراتك رابحه ورقيه اسمها ايتانيا دي شمس الضحى. سيفتحون به حصونا وممالك، سيرفعون رقابنا في كل مكان، وهذه طاحونه هوائيه سيلعبون بها، سيكون لهم عالمهم الطفولي، عالم يفيض بالسحر والغرابه. افلع عقلون فيلم كان اخراج هاني حمدي، كان عنده مشروع التخرج بتاعه في المعهد، فروحت اشتغلت معاه، كنت عامل دور شيطان. كان في فيلم لخالد نعيم، كان فيلم 10 دقايق أو 5 دقايق حاجات ديت، هو انا بطل الفيلم ده، فالدخله بتاعتي فيها هو جايبني من ظهري وببقى ماشي كده، وفي تراك الكاميرا داخله ورايا كده، فانا حاسسها ان هي سلو موشن، فدخلت فقمت ماشي، مشيت سلو موشن، يعني انا مشيت بالبطيء، فخالد قال ستوب مصطفى، احنا اللي بنعمل سلو موشن مش انت مشي عادي، ما فيش حاجه. فقعدت اضحك جوايا بصراحه على التخلف اللي انا فيه، لان ده كان اول مره في حياتي اقف قدام كاميرا. فلما جه الاستاذ اشرف بقى يعمل المشروع بتاعنا، هو ما يعرفش ان احنا نعرف بعض اصلا، بس هو بقى كمل العلاقه بتاعتنا، بقت اقوى بكتير. عملنا برنامج جد جدا، ده كان البدايه خالص، وهو استاذ اشرف قال لنا تعالوا معايا البرنامج دوت، انا مش عارف يعني هتعملوا ايه، يعني هو برنامج بيستضيف نجم، احنا هنعمل، انا مش عارف ولا هو عارف، بس هو كان وعدنا قبل كده لما جيت اتفرج علينا في المسرح زمان، قال لنا ان اول حاجه هدخلها هجيبكم معايا، فاول حاجه دخلها برنامج فخدنا معايا، لكن هنعمل ايه ما كناش نعرف. عملنا سكتشات صغيره كده كان دمها خفيف يعني في وقتها. وانا لو طلبت دلوقتي ام علي هيجيبوها لي؟ ام علي تيجي فورا. انا ام علي وخففت الدم، انا ام علي وارتاح منها يوم الخلال فرفش من جالي، وروق روق 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 ده انا ام علي، روق 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 ده انا ام علي.
علي اللي بالمكسرات مش ام علي اللي من المظلات. في الشخصيه بتاعت عم شكشك لما باجي اعملها انا والله وانا برتجل بالشخصيه دي انا ما ببقاش عارف قلت ايه، يعني ما ببقاش فاكر خالص قلت ايه. فلما باجي اتفرج على المسرحيه انا مش من عادتي ان انا اضحك عليا، يعني انا ما بضحكنيش، يعني ممكن حد تاني يضحك انا ما بضحكنيش. بس عم شكشك ده انا لما باجي اتفرج بلاقي نفسي قلت حاجات انا مش متخيل انا قلتها، فبقعد اضحك زي العبيط عليه وكانه هو الله العظيم مش انا اللي عامله، يعني كانه حد تاني، لان انا وانا برتجل بيه انا ما ببقاش عارف بقول ايه، يعني بتمطع فيه جامد وبخرف، ولانه راجل كبير فمخرف اصلا. فما باجي اتفرج بقعد بقى اضحك كده. فتلاقي انت بتضحك على ايه؟ انت بتضحك على نفسك؟ السلام عليكم. في هروب اضطراري كانت كواليسه، هو الفيلم اكشن وجد وبتاع، بس كانت كواليسه كانت كوميديه جدا جدا، لان انا كنت مجنن الاستاذ احمد السقا، انا بحبه جدا وهو صاحبي جدا، فكنت بجننه، يعني اي هو بيعمل حاجات صعبه جدا بجد، صعبه جدا مش اي حد يعملها وحريف فيها. فلما يجي يعمل حاجه من الحاجات ديت فاقول له ايه ده عادي يعني مش حاجه، فيقول لي عادي ازاي انت عارف تعملها، اقول له ما اعملش انا الحاجات دي. فكنت قاعد اضايقه بقى على طول، كنت اقعد. وفي مره في موقف برضه في فيلم هروب اضطراري، المفروض الاستاذ فتحي هو الضابط واحنا بيدور علينا احنا عشان يمسكنا، ففي مشهد بيخش علينا بيقبض علينا خلاص، فبنقف بيقول لنا خلاص اخيرا قبضت عليكم وبتاع، فواحنا بنعمل بروفة المشهد ده فبيخش فتحي ومعاه قوات خاصه بقى بروف، فاول ما دخلوا انا جريت، قلت انا اسود الضابط وجريت، ففتحي طبعا وقع على الارض من كتر الضحك، قال لي ايه يا اسود الضابط ايه انت بتجري ليه؟ قلت له ما هو الضابط جه فالمفروض اجري. انت عايز اقول لك عن قنبله اسكتوا كلكم. طبعا انا هو كوميديان ملوش في الحاجات دي، ما اعرفش ليه انتوا مرمطيني معاكم يا جماعه المرمطه دي.